بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم. صنف جميل او مميز جدا جدا. هنبعد عن المعجنات. كل شغلنا المره دي هيبقى بالشيء اللي حضراتكم شايفينه دوت. جميله قوي، سهله، حلوه للفطار، حلوه للعشاء، مميزه. الجبنه مديها طعم مميز جدا. الشكل بتاعها احنا عارفين، احنا بناكل بنعلن الاول. الجبنه مع اللحم مميز جدا. دي اول مره ودي تاني مره. ولا رقاق ولا فطير ولا دقيق ولا اي حاجه، عملتها بصورة مميزة وجميلة جدا. تعال نشوف مقاديرنا ايه. بيكون عندي في حدود نص كيلو بصل، نص كيلو لحمة مفرومة، 3 بيض، كوباية جبنة موزاريلا، وبطاطس. البصل يا جماعة بحطه على النار زي ما هو من غير زيت ولا سمنة ولا أي حاجة، وبديله شوية ملح عشان يبدأ يكرمل فما ياخدش مني كمية عالية من الدهون. ادي البطاطس باخدها على مكنة شيبسي، ما عنديش مكنة شيبسي، اقطعها انا رفيع بس كده، يعني اتخن من كده مفيش مشاكل ابدا، المهم انها بس تبقى تتني معانا. شوية زيت هنا على البصل بعد ما ابتدى يحمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، كرمل كرمل لان في مادة سكرية فبيكرمل معايا كده عشان يدي طعم للحمة المفرومة. جمال اللحمة المفرومة، نص بصل نص لحمة مفروم في التعصيب، ملح فلفل اسمر بس، حبيت ادي سنة قرفة اهلا وسهلا عشان تشيل الزفاره. لحمه بلدي زي ديت خلاص مفيش اي مشاكل. فلفل اسود هو الكينج بتاع اي سفره، بتاع اي اكله اسف. وادي الملح وكده الدنيا تمام. تقلبتين وغطي عشان اللحمه تبق ميتها. ودايما المفروم اللي هعصجه يكون فيه جزء من الدهون كويس كده. ليه؟ بتبقى اللحمه ناعمه مش عامله زي التفل. انا بديكوا حاجات اساسيات، سيبكم الوصف. وضروري جدا للمعجنات تحطوا ان شاء الله ربع لحمه نص بصل. يا سلام على البصل، مش انا الحاجات دي انا اتعلمتها من الناس. هنبدا ناخد البطاطس بلانشيه بالشكل ده، اللي هو ايه، مش هخليها شيبسي. بص طالعه طريه ازاي. وضروري جدا عشان يبقى فيها نسبه من الدهون ان انا اطلعها على مناديل بالشكل دوت. عايز افادي كل الدهون اللي موجوده فيها ونبدا نطلعها على مناديل كده. هنجيب طاسه، صينيه، اي حاجه، ده انت زبده. وخدوا بالكم انا نشفت البطاطس تماما، حتى لو ما نشفتش فكل ده بيتبكى في الاخر وبصفيه. انا اعتبر زي بعمل زي عجه، حاجه زي كده. نبدا نكسل الجوانب كده بالبطاطس. عشان حد هيقول لي طب احنا ليه ما عملناهاش على طول، ممكن ان انا اديها شويه ملح هتطرم معايا واشتغل على طول. يعني ادي البطاطس شويه ملح هتطرى معايا، اشطفها كويس قوي واشتغل على طول. خدت البطاطس بالشكل ده وجمالها، النار رفيعه جدا. حط رق جبنه موزاريلا، بلاش جبنه لحمه بس، ماشي. فراخ ماشي، جمبري، اي حشوه، طماطم وبصل كده على النار ماشي. حد كده على قد حاله زي حالاتي كده، وراجل ظروفه تعبانه كده وبيعيش بالعافيه، والمدام بتاعته ست شاطره عملت بصل وطماطم وفلفل بس. يا سلام على شطارتك، اللي هي بقى تقولي من بطاطسيتين وطماطم وفلفل عملت احلى عشوه لاولادي. يا ولد عليك، يعني مفيش بعد كده. حط لي الجبنه عشان تديني تماسك، احنا هنا مدلعينها قرشين كده جولي، فقلت يلا ايه العب في الصنف ده. ولكن ان شاء الله باذن الله يعجبكم. وقلت ان احنا ممكن نعمله بصوره مميزه وبسيطه جدا لاي حد يكون ظروفه قلنا بسيطه كده زي حالاتي. طيب ابتديت ان انا اكسل وشي. عندي انا بتعامل كاني بتعامل مع ورق رقاق او جلاش، الرقاق الطري او جلاش او عجين، بس انا ما عجنتش ولا عملت اي حاجه. احنا استفدنا من الشكل ده. طب ايه اللي هيديني تماسك للكلام ده؟ لو انا ما بحبش البيض خلاص ما فيش اي مشاكل، الدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. وانا مش عايز دلوقتي ممكن بمنديل اشفط الدهون دي كلها، انا عايزها عشان تحمر لي القصه بتاعتنا. طيب انا راجل بحب البيض، او هو اللي هيديني تماسك. يلا يا سيدي، ادي 3 بيض، ملح، فلفل اسمر، واخفق لنا الكلام ده كده عشان ما تقعدش بقى تقول لي الله يخليك. معلش انا عندي ارتكاريا يا شيف محمود، ورشه قصه طيب، ورشه كبابه صيني، ورشه بهارات، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. اكل ما بيبقاش ليه ريحه الطعم، ملح فلفل اسمر بس. وعايز اقول لكم انا راجل لما باكل سكالوب ولا سكالوب بني ولا فراخ بني، ملح وفلفل، ولا فص توم ولا قصه طيب ولا بشر وميه بصل، وان عدى 3 اسابيع بكره حياتي، ملح وفلفل. مش لان انا معقد، لا، لان هو دي اصول الاكل.
اسالوا الست وستكم ملح وفلفل اسمر بس، سيبكم من الموضه اللي طالعه ديت اللي ما يعلم بيها لربنا زي الاصوات اللي طالعه. بنبدا نسلك بس كده الاطراف، وامتى اعرف الناس توت في الارضيه؟ لما ابتدي اهز الصينيه وتبتدي تتحرك معايا. طبعا الدنيا لسه نيه، هغطي الكلام ده عشان اساعد الجزء اللي فوق ان البيض اللي فيه يتماسك. انا مش عايز يحصل عمليه طرطشه ولا كلام من ده. كفايه البوتاجاز بصوا كده كان بيلمع مطرح التحمير وبتاع، بس في الاخر خالص يحصل عمليه النظافه. ادي كده ابتدات القصه بتاعتنا. هنبدا نقلب هنا. خدوا بالكم انا كنت اتحرقت بس رحت جبت السيليكون دوت تقريبا، حنان قطعتها في المونتاج. وهنيجي كده وبالصوره دي كده وندهن الصينيه زبده لو ما كانش فيها، وننزل بالجزء الثاني. مش محتاجه اغطي هنا بقى خلاص، انا هنا مش محتاجه اغطي. هبدا دلوقتي ان انا احط الكلام ده على النار لما يحمر عندي وياخد الشكل بجد المميز دوت، شكل مميز جدا. تلاحظوا ما عادش فيه دهون، الدهون كلها اتصفت اللي كانت عليها، بحشوه داخليه جميله. فطيره تنفع في عزاي، تنفع في فطار، تنفع في عشاء. ميزتها انا مش عايز معاها عيش ولا اي حاجه، ده بالنسبه لي. لو شباب اللي بياكلوا ممكن تاكل معاها توست، تاكل معاها عيش، تاكل معاها توست سن اللي انت عايزه، ما مكرونه رز، حدش ليه حاجه عندك يا ابني. انا بصوا الحاجه الشخصيه، معلش بحب ارغي معاكم واحنا شغالين، الحاجه الشخصيه لن يتدخل فيها حد في حياتي ابدا، بتاعتي. ادي الجبنه سايحه مع اللحمه مع البطاطس، ولا دقيق ولا عجين ولا عملت اي حاجه. الموضوع يستاهل التجربه. وزي ما قلت لحضراتكم يا جماعه الخير، ممكن اي حشوه، لميت الفراخ بقى اخر الاسبوع اللي موجوده في الثلاجه ولا ده ولا ده. طبعا الناس هتتريق عليا وتقول لي فراخ ايه اللي فايضه يا شيف محمود. اي حاجه، اي بتنجان مخلل، حلوه بتنجان ونحشيها، في حاجه اسمها موسكا يوناني بتعمل بالبطاطس والبتنجان تحفه، ونعمل الحشوه بتاعتنا ونمشي حياتنا وكده كده عايشينها، كده كده هنعيشها. فدايما اقول لمراتي وزمايلي الكلمه دي، انا كده كده عايش، اعيشها وانا بضحك واقول للدنيا انا بضحك اهوت، ولا هي تديني فوق دماغي وتقول لي هتعيش هتعيش؟ لا، انا عايشك بمزاجي ومبسوط، حتى لو مش مبسوط فانا مبسوط. الكلام ده مش مني، الكلام ده من اب لاولاده. عيش حياتك واضحك وانبسط ولا يهمك، محدش فينا عارف. ربنا يديك العمر ويحفظك يا رب، غير ان كل لحظه انا عشتها كنت بضحك، كنت طبعا مش هو ده الشيف محمود، ولكن هو ده اللي انا بعمله دلوقتي. قد ايه ضيعت عمري في زعل، في ضيقه، في نرفزه مش حابه ابدا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تستاهل فعلا التجربه. ربنا يحفظكم ويخليكم ليا. بحترمكم جدا وبحبكم جدا. لو حبيتوا تعملوا شير اعملوا.